بعزل عن كل ما يحدث في ليبيا ومستقبل العملية السياسية في ليبيا. اليوم الحقيقة أو بالأمس ما حدث في تونس أمر خطير بغض النظر عن من يؤيده ومن يعارضه. نبتعد عن التصنيفات المؤيد والمعارض وبغض النظر عن المسببات وعن حالة الانسداد السياسي التي مرت بها تونس خلال السنوات الماضية بعد انتخاباتها الأخيرة في سنة 2019، وفشل الطبقة السياسية في الخروج بحلول تضع حداً لهذا التدهور. إلا أن ما قام به قيس سعيد بالأمس أمر خطير جداً الحقيقة، أمر خطير ويتنافى مع كل المبادئ والأعراف الديمقراطية، أن تتركز كل السلطات في يد رجل واحد بغض النظر عن الدوافع، أمر يهدد بمستقبل العملية السياسية، بمستقبل الاستقرار، بمستقبل التداول السلمي على السلطة. النكوص عن اليمين الحقيقة، أن يحنث باليمين التي أقسم على احترام الدستور، أمس استند في إعلانه على المادة 80 من الدستور التونسي، على غالبية المشاهدين لم يطلعوا على المادة 80 من الدستور التونسي. المادة 80 لا تعطي الحق في تجميد مجلس نواب الشعب، لا تعطي الحق في رفع الحصانة، لا تعطي الحق في تولي منصب النائب العام أي تولي السلطة القضائية، لا تعطي الحق في تركيز كل السلطات في يد رجل واحد. بالتالي مهما كانت محاولة التسويق ومحاولة اللعب على الجهل بالنصوص وعدم قراءة النصوص وعدم متابعة الناس لما هو مكتوب، لأن هناك الكثير صدعوا رؤوسنا بأن يجب أن يكون هناك دستور. الأهم من وجود الدستور هو احترام ذلك الدستور، هو عدم الحنث باليمين واتباع الأسس التي أقسم عليها كل مسؤول انتخبه الشعب لأداء مهمة معينة، دون أن يتغول على صلاحيات وعلى مهام لم ينتخبه الشعب من أجلها. بالتالي أعتقد أن ما حدث في تونس أمس أمر خطير قد ينبئ بمستقبل أكثر خطورة لا سمح الله حتى على العملية السياسية فيه.